والآن مع كيف تصبح ديكتاتورا في 10 خطوات. الخطوة الأولى: صبغة الشعر. لو لقيت شعرك بدأ يبيض والناس هتبدأ تاخد بالها انك كبرت في السن، لازم تصبغه. انا بعد رحيل مبارك كتبت انه اكتر اتنين تضرروا او فئتين تضرروا في مصر هما عملاء البورصة واصحاب توكيل صبغة الشعر، لانه في يعني فرع او خط انتاج كان معمول بيصبغ فيه مبارك وصفوت الشريف، يعني مجموعة الصابغين. لا يمكن الرئيس صبغ فكله بيعمل زيه. أما لو كنت عايز تاخد مدلول كاريكاتيري فهي إن إحنا نظهر غير ما نبطن، غير الحقيقة.